إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. احنا الان مع هذا السيد تيقول باللي جرى عليه الاخ ديالو من الدار والمراه ديالو. عاود لينا شنو واقع سيدي. السلام عليكم خوتي المغاربه، خوتي العالميين. انا كنتلاجا دابا لهاد الناس لحقاش ضريت بزاف وضرر من دمي اللي هو خويا. هاد السيد انا عندي محل في السطح وعندي جبيوته في السفلي كاريهم، حيت خارج من الحبس كثر من 3 سنين دابا، و حتى شي واحد ما كيشوف فيه الا دوك الشبيوته كنتمعاش منهم. هاد السيد طغى عليا وبغى يحيد لي رزقي اللي هو محالي، وعندي 4 الوليدات وكنعاني، وراه العالم كامل كيعرفني بانني رانايا هدرت وهدرت ومشيت للسلطات وهدرت ومشيت لعند كاع الناس، طرقت كاع البيبان باش يديروا حد بيني وبين هاد السيد، ما بغاوش يديروا معايا حل. وانا كنستنجد باي راجل يتعامل معاه ويتعامل مع هاد الوليدات. شنو وقع دابا وحد الدار؟ دابا واقعين السيوفة والجناوة والمقاطع. على شنو السبب؟ السبب هو قال لك تعود لي من السطح، وانا السطح بارك في حقي ديال بو مع وليداتي، وهو عنده حق حدايا، وانتوما غتمشيو غتشوفوا كلشي. لحقاش هاد السيد هذا طاغية بزاف، طاغية لدرجة شنو كيدير؟ شنو كيدير؟ حتى شي واحد ما كيدير والو، كيبيع النفحة والفانيد والمعجون وكيبيع كلشي وبعيد للجميع، وتا شي واحد ما كيدخل. وانا دابا كنطالب النجدة من اي راجل اللي كيحس براسو راجل وكيعرف حق الوليدات وكيعرف حق الزمان. انا مقهور من كاع الناس. حسيتي باللي خوك هز عليك السيف؟ حسيت بالظلم ديال بصح، حسيتي بالحقرة؟ انا تقهرت الكورونا بالجوع، انا وولادي وما دويتش، انا تقهرت كثر من البشر وما دويتش. ما عمر شي واحد تعامل معايا شي معاملة ديال الإنسانية، ولكن راه خويا تعامل معايا معاملة بوحشية لدرجة سيف وجنوية والملقاطع، وكيشير عليا بالكيسان. مشيت لعند مالي الوقت باش يردوني المحالي، عمروا لي الصندوق وليا سمعوا لي وما بقاوش دواو معايا صافي، وخلوني بحال الكلب في الكوميسارية. وجيت دابا كنستنجد بيكم اخوتي المغاربة. باش كنطالب دابا؟ باش كنطالب؟ انا كنطالب برزق ندخل لي انا ووليداتي، انا ما عندي حتى شي مشكل في حتى شي حاجه. خرجك انت ووليداتك؟ خرجني انا ووليداتي من 9 ديال الصباح انا والزنقه، وسيمانه قبل من هذا الشيء عاوتاني خرجت للزنقه، واستنجدت بمالي الوقت، واستنجدت بالجيران وبالناس وبعباد الله. صافي دوز لنا المدام دابا. يا سيدي الاول عاود لنا لاله شنو وقع؟ انا خويا هذا السيد لوسي خراجلي ياك، باغي يهبطني من السطح باي طريقه، كيهججني كيدخل عليا ولادي كيخلعني انايا باش نخرج. كيطلع عريان داكشي، كيطلع عريان كيما كيحتارمنيش، ما كيحتارمنيش نهائيا. كيفاش كيطلع عريان؟ ما فهمتش. كيطلع بماي، طلع بماي، كيبقى يعاود الهضره الخايبه وكيبقى يغوت وكيبقى يعاير. باغي انا راجلي محترم ليه مرتو، ما كيمس ما كيقرب ليها، ولكن هو ما محترمناش وما محترمش ليا وليداتي. صافي هادشي اللي كاين، خاصو يحترمني ويحترم ليا ولادي، هادشي اللي كاش كنطالب. شنو السبب اللي خلاه يهبطكم من الدار؟ قال لك حقه ديالو، هو باغي يغفل لنا على حقنا. خوتي يقول لك حرامي ماشي خوه، ما عندوش الحق في الدار. دابا جالس داير موس في الدروج وخالعنا حنا باش ما نطلعوش للدار. خوه خايف قال لك انا غادي نضربو. كيفاش حرامي؟ قال لك ما عندوش، ما كيشبهش ليه. قال لك انا ما كيشبهش ليا، ماشي خويا ما كيشبهش ليا. قال لك ما عندوش حق في الدار. مو ديكلارات بيه. انا جيت ديك الاصول. قالت لي، قال لي امك ديك امك سول امك منين جاتك. دوزي لينا انت الاخ ديالو الحقيقه ياك؟ نعم، البدين عبد المجيد بزداد 1973 مدينه الدار البيضاء، هو البدين عبد العزيز بزداد في 1992 مدينه الدار البيضاء. كنا كنحملوا نفس الكنيه وكنا حنا خوت، وانا هاد السيد هذا ضرني بزاف. هادشي علاش كنستنجد ديما معاك بحال هكا؟ ديما انا خويا عشت حياتي كامله، ما عمرني استنجدت بشي حاجه، ما عمرني عقلت على راسي كنتسنى بشي واحد يعاوني. وهاد السيد هذا راه كنتسنى في العالم كامل يعاوني، كنتسنى في العالم كامل يهضر معايا، كنتسنى في العالم كامل.
عطينا الراي ديالو، لحقاش بينو وبينو الزولات ديالو. خاصنا ندخلو للدار، حنا خاصنا ندخلو للدار، ما يمكنش نبقى انا ولادي في الزنقة، ما يمكنش، خاصني ندخل للدار انا ولادي، ما يمكنش. واش هو شاد الدار مدخل مرته وولده وانا مشري عليا الزنقة من الصباح؟ انا ولادي تيقراو، عندي 4 الوليدات ولادي كيقراو، راه ما يمكنش نبقى في الزنقة. والبرد، ولدي بغى يطلع بغى يبدل الحوايج وقال لي ما تطلعش، ما عندكش حق تطلع. واش جالي على ولدي؟ ولدي كيبكي في الزنقة، عنده 15 عام. اخوتي اخوتي المغاربة، اخوتي العربي، راه ما كاينش انسان يضرب حياته كاملة حبس وجاي بياض ويعاود عاوتاني قتل خوه يضرب الحبس. عييت بغيت نريح مع وليداتي شوية، ما باغي والو، لا فلوس لا مال لا جا لا والو، باغي وليداتي. أبغيت أنا نفيق معاهم مع الصباح، نخرج معاهم مع 8 والدراسة نجي. جريت كروسة ديال لامبي، جريت كروسة ديال الديزير، ما خليت ما درت على ولادي. باش نعيش معاهم ونعيشهم ونعيش. وهاد السيدة هذا راه والله ما مخليه، أقسم بالله ما مخليه. هو اللي بيناتنا راه قعدة، وأنا دابا كنستنجد بأي واحد راجل يتعامل معاه. واش تشد هو دابا؟ مشدود ما والو. مشدود ودي كلارا مني جاهز علينا عليهم السيوف وهز عليهم داك الشيء. لا ما تدخلوش، راه غتشيو غتصوروا الكيسان ديال الجاج مسد علينا الباب. باغي هو دابا اه كاين راه واصل الدروج هز موك راه هما خويا الدروج راه المحال راه كلشي غيبان لكم. وفيت معاه فيت مرس لي محالي دقدق لي محالي قدام وليداتي وهما باقيين صغار ودابا كيعاود معايا نفس الكرار ودابا كيعاود معايا. علاش حقرك؟ حكرني بغا يديني محالي في السطح. حنا عندنا ثلاثة حقوق في السطح، أنا حقي بنيتو شوية بكري. شحال هما ديال الخوت؟ حنا ثلاثة، واحد ملي كدوي معاه كتقولي دوي مع خوك كيقول لك تتقاتلو، وواحد يقتل واحد عا باش نجي، ولا ما تقاتلتوش راه ما غنجيش. وأنا خويا بقيت كاد على نتقاتلو. باش كطالب دابا؟ باش كطالب؟ أنا مع وليداتي. أنا مقاتل على طرف خبز مع وليداتي. شكرا. صافي، ما باغي والو. حالي باغي ندخل لداري، ما يمكنش. واش أنا داري وما حالو وما حقو ونخرجو الزنقة، ما يمكنش. أنا كنستحي من أي راجل. أنا هاد اللايف ما درتو حتى حسيت براسي تبحرك. كيهمنيش العالم كامل يشوف ولا ما يشوف. عطينا رقم التليفون ديالك، رقم التليفون ديالك. ما عنديش تليفون خويا. المدام تعطيكم النمرة ديالها. أنا مجرد من كلشي. ما عندي والو، عندي الرحمة ديال الله وهذوك الوليدات. صافي. فين تنعسو دابا أنت وولادك؟ ما عنديش فين نعس. لا خويا فينا لا دابا. أنت أخويا أنا صابر بحالكم. لحقاش ماشي طبت. طبت من الداخل ديالي. طبت من الداخل ديالي. أنا باغي نريح في الزنقة. أنا نبقى معاكم خويا. هو ما عندوش الولاد، هو ما عندوش الولاد. أنا عندي 4 كي انتقم لي من ولادي، ما عندوش الولاد وما والدش. ولادي باغي نعسهم ليا في الزنقة، عندي 4، عندي طبيعة عندها 6 شهور. أنا ما كنتش كنحس لا بولادي. طبيعة عندها 6 شهور طبيعة تبات في الزنقة. داك السيد ملي طغى عليا حسيت بهم وبقيت نعمل هما شوية. راه يستحيل باش دري صغير عنده 6 سنين تهز عليه جنوير. يقول ولدي سير بحالك يجري على ولدي. ما كتسال والو في الدار، ما كتسال والو. علاش؟ قاعدة طغيان، قاعدة فرعين. حنا ما كناش كنفرعنو وكنتعاقبو. أنا ما كنتش كنفرعنو وكنتعاقب وكنرضى بالعقاب. ودابا راه ما داير والو. وليداتي والعايل من في الدار. عندي الرحمة ديال الله وذوك الوليدات. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله والشد بالله. لحقاش هذاك شاري خويا ودب. طار. عندي مرقوم. انا بارك وحمد الله تعالى وكنستنجد من الرجال اللي هما رجال وراه دار الرجال. شوف الله يعطيك الصحة، انا كنطلب من السلطات حيت صيفطنا مشينا ديك لارينا جهز علينا الجوي وحبسنا من الباب. خاصنا ندخلوا اليوم بأي طريقة ندخلوا للدار. انا خالع ليا وليداتي ما يخلعهمش ليا، وليداتي كيتخلعوا منه. ولدي بغى يطلع بغى يبدل الحوايج وجرى عليه. ما يمكنش انا نبات في الزنقه البيت ولا ولادي في الزنقه. حقهم ديال با ما يدخلوا ينعسوا فيه، ماشي طالبينه، حقهم غادي ينعسوا فيه. حنا ما طالبينوش. او نقول لك ولد